طيب دلوقتي عشان نفهم هنعمل سيفتي كونسيدريشن لميديكال ديفايس ازاي، لازم نعرف الكهرباء اللي جايه لنا دي جايه للبيت او داخله للمستشفى، هي جايه لنا شكلها عامل ازاي، ايه هي الوايرز اللي جايه لنا، وتعريف كل واحد فيهم وليه هما شغالين بالطريقه اللي جايين بيها دي. مبدئيا احنا بيبقى عندنا محطات كبيره اللي هي محطات الكهرباء الكبيره، بتبدأ الكابلات تخرج منها تو وايرز مثلا او ثري فيز حسب ايفر، وخارجين بيتنقلوا بكابلات بالديستريبيوشن لاينز اللي هي بالايه بالابراج الكبيره دي، وتمشي الكابلات ماشيه في الابراج الكبيره في سلوك الابراج الكبيره دي مسافات طويله لحد ما بتيجي للمنطقه السكنيه اللي احنا بنتكلم عليها. المنطقه السكنيه دي هيبقى فيها ترانسفورمر كبير هيحول لنا الهاي تنشن، ده هاي تنشن يعني الفولت هنا بالكيلو فولت، هيحوله لنا لل 220 بتاعتنا. يبقى احنا هيبقى عندنا، هنتخيل الموديل بتاعنا عندنا ترانسفورمر، وهنتخيل ان احنا خارج من عندنا هنا ال 220. طب التو وايرز اللي خارجين من الترانسفورمر دول كانوا واقفين يدخلوا اي بيت، هنفترض ان هنا في بيت معين اهو، فالتو وايرز دول هيدخلوا للبيت عادي خالص. اللي خارجين من الترانسفورمر اللي هو الستيب داون ترانسفورمر ده اللي بيحول من الهاي تنشن، طبعا هو ممكن يكون اكتر من مرحله، لكن هو خلينا نعمل موديل ان هو ترانسفورمر واحد بس. الحقيقه الموديل مش بالبساطه دي، لكن خلينا نتخيل ان ده ايديال ترانسفورمر، وهقول دلوقتي يعني ايه المقصود بكلمه ايديال او ليه ايديال، وداخل للبيت او للمستشفى او وات ايفر المكان اللي هيستخدم الكهرباء دي. الحقيقه اللي بالاتفاق خدوا واحده من السلكتين دول كده ونزلوها في الارض، لو تخيلنا دي الارض اهي سطح الارض، وعملوا سيخ طويل كده نزلوه في الارض لحد ما بيوصل للمنطقه اللي فيها اللي بيبقى فيها ميه، ونزلوا السيخ ده فيها. طبعا دي ليها اسباب كتير جدا يعني احنا مش بصدد النقاش فيها دلوقتي، لكن نتخيل اي شحنه زياده اي حاجه فهتفرغ، والارض تعتبر بيج فيري بيج كوندكتور، فاي شحنه زياده وبعدين يقدر يفرغ فيها الشحنات، فاي شحنه زياده هتقوم راجعه ونازله هنا في الارض، وده السبب اللي بيخلي طرف من الاطراف اللي جايه لنا للبيت او للمستشفى او وات ايفر بنسميها جراوند، لان فعلا في طرف واصل بالجراوند. السؤال في الحاله الاولانيه قبل ما نحن نوصل ده بالجراوند، لو انا تخيلت ان انا واقف على الارض هنا ولمست الطرف ده او لمست الطرف ده من قبل ما نوصله بالجراوند، كان ايه اللي هيحصل؟ تاني نرسم الموديل بتاعنا، هو ترانسفورمر اهو، ترانسفورمر تاني، والكرنت اللي ماشي هنا هو اي سي. فلو تخيلنا حد واقف هنا كده، واقف على الارض، لمس الطرف ده او لمس الطرف ده، لو لمس الطرف ده المفروض ده معناه ان الكرنت هيدخل في البي في الشخص اللي لمس ده وينزل الارض. لكن البوتنشال هنا ال 220 دي هي 220 ريلاتيف لمين؟ ريلاتيف للسلكه دي مش ريلاتيف للارض. ده معناه ايديالي المفروض الشخص ده ما يتكهربش، لو لمس الطرف ده او لمس الطرف ده ايديالي المفروض ما يتكهربش. طيب في الحاله العاديه بقى ان احنا بنبقى موصلين ده بالجراوند او بالسيخ اللي قلنا عليه نازل في الارض، ده معناه ان ال 220 دي بقت ريلاتيف لمين؟ للارض، للايرث، للكابل اللي ماشي في الارض، اللي هي نفسها الايرث اللي واقف عليها الشخص ده. عشان كده لما هيلمس في الحاله الثانيه وبقى احنا عاملين هنا جراوندنج، ال 220 دي بقى ريلاتيف للارض، بقت ريلاتيف لنفس الحاجه اللي واقف عليها الشخص ده، فالشخص ده بقى شايف ال 220، فده بقى يبقى ريتيرن كارنت يقدر ينزل للارض وفعلا يتكهرب في الحاله دي. وصلوا لنا في البيت طرف ثالث، يبقى دلوقتي عشان كده احنا لما بنلمس الهوت وسمينا واحد هوت وواحد نيوترال لهذا السبب، ان النيوترال ده بقى الطرف اللي هو واصل بالجراوند، والهوت الطرف اللي جاي دايركت من المحطه، محطه الكهرباء من بعد الترانسفورمر الستيب داون ترانسفورمرز. وبالوضع ده انا لو لمست طرف فيهم هتكهرب، وثيوريتيكالي برضو لو لمست الطرف الثاني المفروض ما تكهربش، بس طبعا ده نظريا، لان يعني هنشوف ده هيبقى ليه امبيدنس معينه فهيمشي فيه كارنت، قصه كده نقولها دلوقتي. بس خلينا بنتكلم ببساطه احنا عايزين نعرف الدنيا متوزعه ازاي. طيب شركه الكهرباء قالت ان هي هتدينا حاجه كمان، ال 220 طرف منها اللي واصل بالجراوند اللي هو بسيخ حديد كبير قوي قريب من البيوت اللي احنا رايحين مودين لها الكهرباء، وبقى عندنا في طرف بقى 220 ريلاتيف للجراوند او ريلاتيف للارض اللي احنا واقفين عليها، وادونا طرف كمان جاي من الجراوند، ده بقى عندنا ثلاث اطراف جايين عندنا. طيب ده معناه ان الفيشه بتاعتي عندي في البيت دي اللي فيها المفروض يكون فيها ثلاث اطراف، طرف وطرف وطرف، ده الطرف ده هيبقى واصل بالجراوند اللي هو الطرف ده، الطرف ده هيبقى واصل هو بالهوت، والطرف ده هيبقى واصل بالنيوترال هنسميه نيوترال،
صحيح الاتنين دول واصلين بنفس الارث في الاخر عند السورس، لكن الطرف ده ليه هدف مهم جدا هنشوفه كمان شوية. يبقى فهمنا دلوقتي التلات اطراف اللي جايين لي في البيت دول، الهوت اللي هو لو احنا شغالين 220 60 هرتز يبقى ده 220 فولت ريلاتيف للارض اللي احنا بنبقى واقفين عليها. النيوترال المفروض ان هو زيرو، هو نفسه البوتنشال بتاع الارض اللي احنا واقفين عليها. الجراوند هو نفسه البوتنشال بتاع الارض اللي احنا واقفين عليها. اي ماشين هتبقى واصله للفيشه دي هيبقى ليها كيسنج، وداخل لها الواير ده، داخل لها كابل من هنا وواصل بالفيشه دي، وواصل بيه ثلاث حاجات. الحاجه الاولا هنتخيل ان احنا عندنا في الماشين دي في موتور مثلا، والموتور ده واخد ال 220 دايركت وواخد التو وايرز دول الهوت والنيوترال. لو تخيلنا ان حصل مشكله في الماشين دي، السلكه الهوت وصلت بالكيس بتاعه الجهاز غساله مثلا او الجهاز الطبي بتاعنا، هيبقى عندنا مشكله كبيره جدا ان اي حد خارجي هيلمس الغساله دي هيبقى عنده مشكله كبيره، هيحصل له الكتريكال شوك لانه واقف على الارض. واتفقنا ان الهوت بتاعنا ده ريلاتيف للارض، هو 220 فولت بالنسبه للارض اللي احنا واقفين عليه، فيبقى عندنا مشكله. عشان كده شركة الكهرباء ادت لنا طرف جديد سميته ايرث، والاجهزة المفروض تعمل ايه في الايرث ده؟ توصل الايرث ده دايركت كونتاكت كده مع التشيس او مع الكيس بتاعت الجهاز. ده هيدينا ميزة كبيرة جدا. اولا لو في مفيش اي فولت جوه وفي اي ستاتيك تشارج فهي هتفرغ في الايرث ده. الحاجة التانية لو حصل الفولت والهوت ده لمس التشيس، يبقى الكرنت دايركت هيمشي للايرث النيوترال، سوري هيمشي للايرث واير ده. طبعا لو النيوترال لمس برضو مش هيبقى فيه مشكله خالص، لان اصلا البوتنشال بتاعه قريب من الزيرو. طبعا هو نظريا برضو المفروض يبقى زيرو، لكن ليه قريب من الزيرو؟ هنتكلم شويه على الاعتبارات دي تاني. يبقى احنا دلوقتي عندنا محطه التوزيع، جايبه لي السكند ترانسفورمر اهو، جايبه لي تو وايرز، الهوت اللي هو 220 فولت 60 هرتز، والطرف التاني بيبقى ايرث موصلينه بالارث، وجايب لي كابل كمان واصل بالارث برضو، ده هنسميه نيوترال وده هنسميه ايرث وده هنسميه هوت. الاجهزه بتعمل ايه؟ حتى الاجهزه الطبيه للحقيقه طبعا باختلاف الجريدز بتاعها، بتاخد الارث ده توصله بجسم الجهاز، وتاخد التو وايرز دول الهوت والنيوترال بتدخلهم جوه. طبعا بيبقى فيه انسيوليشن كويس، لو تخيلنا ان هنا برضو فيه موتور، الجهاز بيبقى المفروض انسيوليتد كويس جدا. لكن هنفترض ان الفولت حصل وان الطرف الهوت ده لمس التشيس بتاعتنا دي او لمس الكيس، في الحاله دي مش هيبقى عندنا مشكله لان الكرنت كله هيتن البوتنشال بتاع التشيس ده زيرو، لان انا موصله بالارث وموصله بسلك مقاومته المفروض تكون قليله جدا 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 جدا.